هو بعد يومين ده. تمام. طيب لما همتحن، هنمتحن على جزء من يونت 5، يعني مش هنمتحن على يونت 5 كله. تمام، عشان بس الناس تبقى داخله مطمنه. يعني احنا دلوقتي احنا سابقين في البلس، احنا كلنا سابقين في البلس. تمام يا شباب، يبقى انتوا سابقين في البلس بالنسبه للامتحانات. الناس التانيه لسه، في ناس ما بداتش فيه اساسا. لا احنا الحمد لله كان حظنا كويس ان احنا بدانا في البلس من الاول. تمام، اتفضل يا سامي. وفي قصة في ياسر المفروض طبعا يبقى فيه، ولكن معظم المدارس مش هتعمل قصص على اساس ان لسه المنهج ما اتشرحش، ولكن احنا اخدنا هنا اونلاين، اخدنا قصه ولا ما خدناش خالص؟ لا خدني السنتر اخد. طيب نشوف برضو هنا الناس ماشيه ازاي، هنشوف مع بعض، واديك بارت برضو منها بحيث انك تبقى داخل ومطمن ما تقلقش. تعالى لي للسؤال ده في بيج 36، بقول في الجمله الاولى ماي فيفورت هوبي بيرد واتشنج، هقول له از ماي فيفورت هوبي از. كلمه جوريجيوس عرفناها في القطعه مين ذا فيري اللي هي بيوتيفول. مين في دولة داز ذا رايتر ليف؟ بيقول لي اللوكسور، يبقى بسال بي اداه الاستفهام وير. وات دو لايك؟ اتفقنا بعد لايك اي ان جي. وات دو لايك دوينج؟ ده الجرامر اللي عندك في الجزء ده. تعالى لي الجملة الترتيب، هقول هو، يبقى هنا هقول هيز. طيب عشان اللخبطه، يبقى اقدر اقول هو از رامي رايتنج تو، معناها هو رامي بيكتب لمين، وممكن اقول هو از رايتنج تو رامي، الاثنين شغالين، الجملتين صح. هو از رايتنج تو رامي وهو از رامي رايتنج تو، هو رامي بيكتب لمين. الجمله الثانيه، الصوت بقت عشان ننجز، بقول في الجمله الثانيه اي ام يور نيو ايميل فريند. I am your new email friend، يبقى اسمها email friend، صديق بالمراسلة. وهنا هستخدم new قبلها، يبقى I am your new email friend، زي ما شفناها أكتر من مرة في جزئية الإيه؟ الباراجراف أو الإيميل اللي عندي. I am your new email friend. أروح للجملة الأخيرة، قلنا what's اللي هي what is his favorite animal. What's his favorite animal؟ بالظبط لو بقول لك أنت هقول لك what is your favorite animal. اخر ليسون عندك في الجزء ده، اخر ليسون. سيري ينفع تقولها تاني؟ سيري ينفع تقول اخر واحده تاني؟ واتس هيز، وات از هيز فيفورت انيمال، واتس هيز فيفورت انيمال، ايه هو الحيوان المفضل بالنسبه له. في الدرس الاخير مديني برضه جزئيه ريدنج، هي مش هتفيدني في حاجه خالص دلوقتي، يعني تعتبر زياده بالنسبه لنا للاطمئنان مش اكتر. سيادتك هتراجع الشيت اللي اتبعت دلوقتي بالاجابات وشكرا على كده، مش عايز منك اكتر حاجه. بعد كده مديني طبعا كلمات هنا زي كامب فاير، تريل معناها طريق او ممر او ممشى، كامبينج برضو بنعيد نفس الكلام اللي احنا خدناه من اول اليونت، كامبينج اللي هو التخييم، قلنا ريسبشن بمعنى اشاره استقبال او استقبال، كامبرز المخيمين الناس اللي في الكامب، تنت قلنا بمعنى خيمه، وكان عندي فعل مهم بستخدمه قبلها اللي هي بوت اب اتنت، تورست اوفيس معناها مكتب سياحي، كامب سايت قلنا مخيم، مديني باك باك قلنا حقيبه الظهر باك باك، هايكنج اللي هي التمشيه لمسافات طويله خاصه في الديزرت او في الماونتنز، مديني سان سكرين اللي هي كريم واقي للشمس. بعد كده بريبير بريبيرد، ورك وركد، سليب سليبت، اما لايت والماضي منها ليت. لما اقول اور واي باك تو، في طريقنا في العوده الى، لما اقول ديب فالي، فالي بمعنى وادي عميق، ورك توجذر يعمل سويا، ذا سيم نفس الشيء، دروب ا بين اون ذا ماب يعني بيلقي بين معناه هنا دبوس، بنسخ الدبوس على الخريطه اون ذا ماب. راف باث معناها ممر خشن او متعرج، تيك اوت اوف يخرج، لما اقول بوت اب ذا تنت بينصب الخيمه، بيكنيك تيبل معناها مائدة الطعام، مديني بعد كده جزئية ريدنج.
جزئية الريدنج قلنا هي تكرار للقديم، يعني مش هنقول جديد، لا مفيش جديد، مفيش جديد بالنسبة لجزئيات الريدنج اللي احنا اخدناها قبل كده، ولكن تعالى اتعرف على بعض الكلمات. أمو الأميرة went to visit her cousins علي and منى in شرم الشيخ in the summer، راحت تزور ولاد عمها في شرم الشيخ في فصل الصيف. They wanted to show أميرة the beautiful mountains، كانوا عايزين أو حابين يفرجوا أميرة على الجبال الجميلة near there بالقرب من هناك. So ولذلك they decided to، قرروا إن هم take her camping، ياخدوها camping للتخييم. Uncle وائل drove to the start of the trail، يعني start of the trail بداية الطريق، فضل يقود السيارة للستارت اوف ذا تريل لبداية الطريق أو الممشى. which is rough، التريل ده الممشى ده أو الطريق ده هو رف، يعني متعرج أو خشن ما ينفعش يمشي فيه بالعربية. رف باس هو عبارة عن ممر طبعا رف خشن أو غير مستوي across the desert في الصحراء. there smelled beautiful، الهواء ريحته جميلة. And they went hiking، وبدأوا التمشية into a deep valley، داخل وادي عميق، يبقى اسمها hiking. This place is very beautiful، المكان ده جميل. أميرة بتقول she took out her phone، خرجت أو طلعت التليفون بتاعها، recorded a video، وسجلت فيديو. And dropped a pin، يعني ألقت بدبوس، حطت دبوس on the map، على الخريطة. They finally في النهاية arrived at the first campsite، وصلوا عند ال first campsite يعني المخيم الأول. Uncle Wael took the tent out، took out the tent أو took the tent out، خرج طلع الخيمة of his backpack، من حقيبة الظهر اللي معاه. Who can remember how to put it up، بيسأل الولاد يقول لهم مين اللي فاكر ازاي put it up، ازاي بننصب الخيمة. علي قال I can، أنا أقدر put up the tent، أقدر أنصب الخيمة. طيب who is going to make the fire، the campfire، مين اللي هيعمل لنا النار بتاعة المخيم؟ منى ردت هنا وقالت I can، أنا أقدر أعمل الcampfire. And I can cook، وأنا هقدر أطبخ طبعا، دي مين؟ أنت مريم. But after 30 minutes، بعد 30 دقيقة، they found that علي couldn't remember how to put up the tent، علي مش فاكر ازاي بينصب الخيمة. انا منى couldn't light the fire، ومنى كمان مش عارفة تولع النار بتاعت الكامب سايت. so they didn't eat and they couldn't sleep، ما قدروش طبعا ياكلوا لان الاكل مجهسي، وكمان couldn't sleep ما قدروش يناموا لان التنت علي ما قدرش ينصبها. the next day في اليوم التالي they used the maps، استخدموا الخرائط اللي معاهم on their phones اللي على التليفونات to find the next campsite، عشان يجدوا او يدوروا على next campsite المخيم التاني. when they got there، لما وصلوا هناك عند second او next campsite، Aunt Mariam said let's all work together today، احنا مبارح علي قال انا هعمل، ومنى قالت انا هعمل، وانا قلت انا هعمل، وكل واحد ما عملش حاجة من اللي قال هيعملها، ولكن النهاردة تعالوا كده let's all work together، تعالوا النهاردة نعمل سويا. first we can put up the tent، كلنا مع بعض كده put up the tent، هننصب الخيم. we can help to the light to light the fire، وكلنا هنولع الفاير النار بتاعت الكامب سايت. finally واخيرا you can all help me، كلكم تيجوا كده to cook dinner، تيجوا تطبخوا معايا العشاء. they put up their tent quickly، بالفعل نصبوا الخيمة بسرعة by working together، السبب في كده انهم عملوا سويا، اتحدوا مع بعض وعملوا الحاجة ديت مع بعض بسرعة. then they started the fire، بعد كده ولعوا النار. next they all worked together، كلهم عملوا سويا to prepare dinner، عشان يجهزوا العشاء. أميرة washed the vegetables، أميرة غسلت الخضروات. منى cut them، منى قطعت الخضار. and Aunt Mariam cooked، وطنط مريم طبخت. علي prepared the picnic table، علي كمان جهز لهم ترابيزة الأكل.
They went to bed early. راحوا يناموا بدري. They were not tired. They weren't tired. لم يكونوا متعبين or hungry ولا جعانين. لأنهم كلهم اشتغلوا مع بعض. ما أصبحش واحد تعبان والتاني لأ. وكلهم دلوقتي ما همش hungry لأنهم كلهم أكلوا. يبقى they weren't tired or hungry. The next morning, صباح اليوم التالي, they had breakfast. تناولوا الفطار. And put on their backpacks. حطوا الحقائب الظهر شالوها. Oh no, my phone doesn't work. مين اللي بيتكلم هنا؟ أنكل وائل بيقول my phone doesn't work. تليفوني عطلان مش شغال. My phone is the same, said Aunt مريم. وطنط مريم قالت نفس الكلام برضو. تليفوني the same يعني تليفوني doesn't work مش شغال عطلان. What about your phones, children? قلونا يا أطفال تليفوناتكم عاملة إيه؟ قالوا we don't have any reception here. مفيش أي reception يعني مفيش استقبال مفيش شبكة. They answered what can we do now? What can we do now? هنعمل إيه دلوقتي؟ أنت مريم أسكت بتسأل how can we find the car؟ إزاي هنلاقي العربية بتاعتنا؟ I have a paper map. مين اللي بيتكلم هنا؟ ده أنكل وائل بيقول I have a paper map. معايا خريطة ورق. I got it from the tourist office. جبتها من مكتب السياحي. We can read the map. نقرأ. نقدر نقرأ الخريطة together مع بعض سويا. And find our way back to the car. ونلاقي طريقنا أو نعرف طريقنا عائدين إلى السيارة. ده الدرس الأخير اللي هو عبارة عن reading. مفيش أي جديد فيه بالنسبة لك. تعال نشوف مع بعض جزئية أكمل اللي عندنا. السؤال الثاني مديني طبعا سؤال زي ده. سيادتك في امتحاناتك إن شاء الله لكل المدارس وارد جدا إن يجي لي سؤال زي ده اللي هو سؤال أكمل بكلمة سواء قطعة زي دي أو محادثة. سواء قطعة أو محادثة ويقول لي كمل بكلمة. وارد طبعا يجي لي سؤال اللي تشوز سؤال الاختياري اللي هو على الجرامر. تمام. بقول الأميرة went to visit her cousin in شرم الشيخ in the summer. In the summer. They went camping. Camping. Uncle Wael drove to the start of the trail. Of the trail اللي هو الطريق أو الممر أو المدق طريق سكة يعني. Of the trail, which is rough, pass across the desert. The air smelled, طبعاً beautiful. ده بالنسبة للجزء ده لو جالي في الامتحان. نفس الحكاية برضو في جزئية الريدنج. هيديني قطعة من الجزء اللي احنا قريناه ويبدأ يسألني. يا أميرة وانتو فيزيت هيرمين. Cousins. بيقول لي they decided to take her. قرروا انهم ياخدوها يعملوا لها ايه؟ Camping. Who drove the car? مين اللي كان سايق العربية؟ أنكل وائل. What did Uncle Wael take out of his backpack? طلع ايه من الباكباك؟ التنت الخيمة. التنت الخيمة. تعال نشوف الكلمات اللي في الدرس ده. أميرة took out her phone, recorded video and dropped on the map. هو أنا ممكن على الخريطة الماب دي أعمل على ايه؟ احط على دبوس. فين الدبوس هنا؟ بن. اني بن في دول بن دي اللي هو دبوس بي اي ان. She put some food on the to cook a campfire. They put up. قلنا put up معناها بينصب ايه؟ التنت. I am going to the fire. Light. اسمها light fire light. يعني يولع النار light fire. وقلنا الماضي منها lit light بس إنما مضارع light. تعال نرتب. What can you learn from the story? برافو يا ستي سلمى. يبقى أقول what can you learn from the story. أنت بتتعلم إيه من القصة؟ what can you learn from the story. Uncle Wael drove to the trail. Uncle Wael drove to the trail. Amira. Amira put some food on the. يبقى Amira put some food on the campfire. Put some food on the campfire. تمام كده سيادتك وصلت لنهاية اليونت ده اللي المفروض هنمتحن عليه امتحان الشهر.
تعالى نشوف مع بعض الجزئيات المهمة. طبعا كان عندك دي الكلمات المهمة في اليونت، وده كان جزئية الجرامر سريعا. تاني بنقول كان عندي استخدام مجموعة أفعال اللي بستخدم بعدها الـ ING زي like و love و enjoy و hate، وقلنا اللي أهم من إني أستخدم بعدهم ING إني أبقى عارف إمتى هقول like وإمتى likes، إمتى don't like وإمتى doesn't like، إمتى do وإمتى does. فسيادتك هنا كنا بنقول اسمها do you like cooking عشان تجاوبني وتقول لي yes I do أو no I don't. إنما لما أسأل عن ريم أو هي أو شي يبقى بسأل بدز. واتفقنا طالما عندي دو أو دز يجي لي بعدها الفعل في حالة المصدر زي لايك أو انجوي، يبقى اسمها دو لايك أي إن جي، دز شي لايك أي إن جي، دز شي انجوي أي إن جي. بسأل بدو جاوبت بدو أو دونت، بسأل بدز جاوبت بدز أو دزنت. تعالالي بيقول لي وات هوبي دو يو انجوي، ايه الهوايه اللي انت بتستمتع بعملها اكتر حاجه؟ الله اي انجوي سويمنج موست او بيست، موست او بيست. وات داز هي لايك دوينج، هو بيحب يعمل ايه؟ قال لي هي لايكس بلاينج فوتبول. وات داز هي لايك، هي لايكس. وات داز هي لايك، هي لايكس. طب وات دو يو لايك؟ اي لايك. وات دو يو انجوي؟ اي انجوي. وبعد لايك او انجوي او هيت الاي ان جي. كان عندي جزئيه ثانيه هنا اللي احنا استخدمنا فيها، فكرك تاني اهو، استخدمنا يا سير مور زان وليس زان، مور زان وليس زان، وكان عندي ذا موست وذا ليست. فكنا بنقول فوتبول از ذا موست بوبولار سبورت، وكنا بنقول كوكينج مثلا از ذا ليست بوبولار اكتيفيتي. يبقى تاني قلنا ذا موست او ذا ليست. طب ما انا اقدر اقول له فوتبول از مور بوبولار ذان باسكت بول، يبقى كان عندي مور وصفه طويله ثم كلمه ذان، وهنشوف الكلام ده طبعا في الاكسرسايز. طبعا امتحان الشهر الاول، المفروض امتحان الشهر خاصه بعد الجدول اللي هو المفاجئ ده، المفروض ما بيبقاش فيه حاجة اسمها باراجراف، ولكن سيادتك شفت نوعية الباراجرافز اللي كانت موجودة زي الفيفوريت سبورتس او هوبز، كان عندك الفري تايم اكتيفيتيز، وكان عندك اخر جزئية اللي هي كتابة الايميل اللي بعنوان ماي نيو ايميل فريند. مش هيجيلي طبعا حاجة اسمها باراجراف في الشهر الاول، ولكن فرضا مدرسة من المدارس جات وقالت لك حبيبي اكتب لي عن يور فيفوريت هوبز، اكتب مفيش مشكلة، ولكن بعيد جدا بالنسبه لمدارسنا. هاجي هنا سير عامل لي طبعا مراجعه يونت 5، مراجعه يونت 5 ده اللي الشيت اللي متجاوب عند حضرتك دلوقتي في الجروب، ده الشيت اللي انا بعت لك اجابته في الجروب اللي هي مراجعه يونت 5. تمام، تعالى كده نجرب. وانا بقول ميني بيبل نقط ا بيكنيك، هاف اسمها هاف بيكنيك، اسمها have a picnic. I always swimming. Go. اسمها go swimming. I love going in the mountains. Hiking. اسمها hiking في الماونتينز يبقى hiking. I not artist and crafts. Do. اسمها do. Do artist and crafts. My favorite is taking photos. Hobby. My favorite hobby. My favorite hobby. درس الثالث والرابع. I am going on a to Alex. Vacation. اسمها on a vacation. On vacation. Her mother was busy, busy. Cooking. يبقى cooking the dinner. I have a good to cook the meal. Recipe. اللي هي recipe. تمام؟ recipe. وصفة أكل. He is very creative. شخص مبدع. He writes great poems. طبعا اللي هي قصايد. I like watching in my free time. Movies. Watching movies. الدروس الأخيرة. A farmer looks animals. After. اسمها look after يعتني بي. We had a trip by not on the river. On the river. يبقى اسمها by boat. My hobby is because I want to see colorful birds. يبقى اسمها bird watching. He likes taking a picture of animals.
his favorite hobby is taking a picture. اسمها photography. Means very beautiful. Gorgeous. Gorgeous. طبعا هنا مديني أسئلة القطع أكمل موجودة عند حضرتك في جروب ومحلولة اللي هي الجزئيات دهيت. طبعا أنا لما يجيب لي حاجة زي دي في الامتحان مستحيل يجيب لي قطعة بالحجم ده اهو في امتحان الشهر. تمام؟ طيب مع السن لازم أقراها، لازم أقراها. يعني هو مش بالحجم، هو مش بالحجم، ممكن أجيب لك نصهم يعني سطرين ثلاثة وأبقى عايز كل الكلمات دي فيه. تمام؟ مثلا one of my favorite hobbies bird watching. I love watching birds. Birds. I love watching birds. طالما bird watching يبقى انا بحب اتفرج على البيردز. In the natural environment في بيئتهم الطبيعيه. My dad is a tour guide. بابايا مرشد. And he people. It takes people. Takes people. بياخد الناس to see birds on river. He's taught me يعني علمني. He has taught me علمني all about different birds too. I know where they live and what they eat. There are so many gorgeous birds here. وأم قايل نقط is awesome. هو مين اللي awesome؟ وبداية جملة capital أهي. اهي بداية كابيتال اهي لبيرد واتشنج. بيرد واتشنج. I love taking a and recording. اسمها taking picture. taking picture. picture. نفس الطريقة بقيت جزئيات اكمل. تعال لأهم جمل الترتيب اللي في اليونت ده. طبعا ده نموذج تاني غير النماذج اللي احنا حلينها قبل كده في الحصص. النقطة الاولى بقول what. يبقى هقول لك هنا ها. What do you do in your free time? بس كده. What do you do in your free time? ولو مديني كلمة activities كنت قلت لك what activities do you do in your free time? تمام؟ يبقى what do you do in your free time? الجملة التانية I don't have a lot of free time. يبقى I don't have a lot of free time. I don't have a lot of free time. Do you play sports? You play sports. She spends a lot of time outside. She أقول له spends a lot of time outside بالخارج زي ما قرينا في أول قطع. He likes going to the beach. He likes going to the beach. ده بالنسبة لجزئيات الخاصة بالقراءة اللي هي reading كلها. بعد كده هروح للجرامر. النقطة الأولى بيقول لي do you like مصدر like. Do you مصدر مصدر like they don't اسمها they don't like she likes doing ing my dad loves reading ing reading Mona like Mona like اسمها Mona doesn't like doesn't مصدر doesn't مصدر cooking is popular activity ها popular activity كده انا بقارن الكوكينج بكل الاكتيفيتيز يبقى اسمها ذا ليست ذا ليست سويمنج از مور زان مديني زانه اهيت مديني زانه اهيت اقول له مور مور زان ذي هيت اي ان جي ايتينج اي انجوي سبيندينج ان جي سبيندينج وي لايك اي ان جي جوينج تمام ده كان تيست على يونت 5 تعال هنا نشوف القطعة دي مديني camping و change و hike و strongly و put up. People in my country like to spend their free time outside. My family and I go a lot in the summer. يبقى go camping. Go ing. منساش go ing. So it's very important to know how to not attend. Put up. The weather can change. بيتغير الجو very fast بسرعة. And you can't or you don't want to get wet if it is cold out. We also like to not all summer. Hike. All summer. تعالى. حد معانا من السنتر؟ لا ازاي معانا كنوز فين كنوز
كنوز ماشي. يا كنوز، نعم اصحي معايا كده، يا يلا حل، سير. يلا نحل الستوري. نمبر 1، فارس ليفد ان لوكسور. فولس. فولس طبعا، الاولى غلط، فارس ليفد ان لوكسور غلط. امال كان بيعيش فين يا ماما؟ ألكسندرية. ان اليكس، ان اليكس يس. تمام. جراند داد اولويز هاد ستوريز تو تيل فارس اباوت. جده كان دايما عنده حواديت يحكيها للواد فارس. ترو. صح، ترو. ترو. وليد ذا سيم ايج از فارس، وليد نفس العمر زي فارس. ترو. ايوه صح، عشان ترو. كده بيكيم فريندز، بقوا اصحاب، اتصاحبوا بسرعه لانهم نفس يس. السن. يبقى اقول له يس. وليد ذا فاميلي ليفد ان كايرو، اسره وليد كانت بتعيش في كايرو. True. ترو طبعا، لان اسره وليد قلنا زي موفد فروم كايرو تو اليكس، نقلوا من القاهره وجم اسكندريه. فارس اند وليد بيكيم جود Friends. فريندز طبعا، اصحاب، اصدقاء، فريندز. جرانداد از فروم انوت فيليج. ليه؟ جرانداد از فروم ا سمول فيليج. جرانداد از فروم ا سمول فيليج، هو من قرية صغيرة، من قرية صغيرة. تعال نشوف الجرامر اللي في الامتحان. عبد الله انجويز spending. اي ان جي سبيندينج. فوتبول از بوبولار اكتيفيتي. More than the most. ذا موست، the most. ذا موست. اي ريلي دونت لايك Voting. بوتينج، اي ان جي على طول بعد لايك. ويتش سبورت do you think is the most، is the most، the most، the city. بقول له ميني، many sports are popular in my country. Many sports are popular in my country. What what hobby do you enjoy most؟ ايوه كده، وات هوبي دو يو انجوي موست، ايه الهوايه اللي انت بتستمتع بيها اكتر حاجه. ده امتحان، تعال نشوف كمان امتحان، والامتحان ده المفروض ان هو معظم الناس شغاله عليه. الامتحان ده معظم الناس شغاله عليه، يعني معظم المدارس شغاله على الامتحان ده. تعال لي كده السؤال اكمل، وارد ان يجي لي قطعه زي ديت في الامتحان، وارد جدا. ركز بقى. We like to have dinner together. My parents usually take us to have a burger. Burger. To have a burger. I have mine, البرجر بتاعي, with everything on it. But my cousins don't have any onions. Onions. They hate not onions. Eating. Eating. ING. Sometimes my aunt and uncle take us to have كمان ايس كريم. انا بحب الايس كريم بتاعي with the chocolate بالشوكولاته. يبقى مره تانيه كنا بنقول الاولى a burger، النقطه التانيه قلنا هنا have any onions، بعدها the hate، بعد هيت اي ان جي اللي هو eating، الاخيره عندي كنا بنقول ايس كريم. تعال لي القطعه، اتكلم عن children in ancient Egypt. طبعا وارد ان يجي قطعة او لا، ويعني لو بالتوقعات لا، بعيدة خالص ان يجي لي قطعة في امتحان شهر لسه الناس ما عملتش فيه حاجة اساسا، لسه زمالك ما خدوش فيه حاجة. النقطة الأولى عندي هنا بقول children in ancient Egypt did lots of things in their free time. زي عايد على مين هنا بقى؟ زي على children in ancient Egypt، الأطفال اللي كانوا في مصر القديمة. They enjoyed singing and dancing. They played musical instruments، كانوا بيلعبوا بالآلات الموسيقية like drums، زي الدرامز وكمان الهارب. Children had lots of different toys، كان عندهم ألعاب مختلفة to play with، بيلعبوا بيها. They liked playing with balls، بيلعبوا بالكورة. Dolls، العرايس كمان، and the toy animals، والحيوانات، اللعبة. And they loved playing board games، كانوا بيحبوا كمان البورد جيمز، الألعاب اللوحية. The most popular board games were Senet and Mahen، كانت السنت وكمان المهن.
مهن was also called the snake game. المهن دي بيسموها snake game اللي هي السلم والتعبان. Children loved swimming too. كانوا بيحبوا أيضا سباحة. And they swam in the Nile. كانوا بيقوموا في نهر النيل. But it was dangerous. خطر. There were crocodiles. كان في تماسيح. And hippos. وكمان فرس النهر. And lots of places in the Nile. في أماكن كثيرة في نهر النيل. السؤال الأول. The underlined pronoun they refers to the children in ancient Egypt. The most popular board games were the Senet and Mehen. Senet and Mehen. What was the other name of Mehen? It's connected to the Mehen. Snake game. It's connected to snake game. Snake game. Where did the children in ancient Egypt swim? They swam in the Nile. In the Nile. In the Nile. تعال نشوف القصة بشكل تاني والناس تركز. القصة مرة تانية. الأسئلة اللي لو في أسئلة قصة في امتحان مدرسة من المدارس هيبقى على أول ورقتين، على أول صفحتين. الناس ما خدتش حاجة عشان تبقوا عارفين يعني. فارس lived in أسوان. خلاص خلصت، خلاص خلصت. أنت قلت لي أسوان يبقى غلط. ليه يا ابني؟ لأنه أليكس مش أسوان. النقطة الثانية. فارس liked chatting to his granddad about his life when he was younger. أيوة. فارس كان بيحب يدردش. chatting هنا معناها talking. بيتكلم مع جده عن حياته لما كان صغير جده. أيوة صح. granddad studied hard. الراجل ده كان شاطر، كان درس وكان بيذاكر بجد when he was young لما كان قدكم كده. أيوة صح. granddad studied hard. كان بيذاكر وناجح. أيوة. فارس made new friend called وليد. فارس اتصاحب على ولد جديد اسمه وليد. True, false. أيوة. مين اللي بيقول فورس ده؟ فارس made new friend called وليد. فارس اتصاحب على واحد اسمه وليد. أيوة. وليد. بشكل تاني يقول لي فارس and وليد became good friends. أصبحوا أصحاب جيدين. أيوة. يبقى صح. بيقول لي loved chatting to granddad. مين اللي كان بيحب chatting مع granddad؟ فارس. البطل بتاعنا اسمه فارس. البطل بتاعنا اسمه فارس. studied hard. مين اللي درس؟ granddad. وبلايد فوتبول. كان بيلعب كورة قدم with his friends مع أصحابه in the park في الحديقة. طبعا كان granddad. تعال الجرامر بتاع الكتاب ده. I enjoy time outside. Reading. ING. Spending. We not like. Don't. No, we don't like. We don't like. My dad loves. Reading. ING. Cooking is the. The least. أو the most. يا إما the least يا إما the most. تعالى رتب يا باشا. What. What do you like doing in free time? طيب in your free time. يبقى هقول what do you like doing in your free time. تاني هو what do you like doing in your free time. النقطة التانية they They love seeing our adventure. بيحبوا يتفرجوا على our adventure مغامراتنا. تمام؟ حلو قوي كده. طبعا في نماذج تانية انا مزودها لك في المذكرة وموجودة عند سيادتك بالاجابات بتاعتها في الشيت اللي اتبعت لك دلوقتي في الجروب. عايز تذاكره ذاكره، مش عايز مالوش اي لازمة. ده زيادة، ده اضافة، ده اضافة. روح لي كده عشان الناس برضو. نعمين يعني حضرتك اللي انت بعته في الجروب ده محلول اجابه مع مراجعه اليونت اللي هتمتحن عليه بالاجابه بتاعته. يا حلو، ركز لي هنا. الناس تقول لاين خاصه في كلمتين بس في الستوري، عشان قلنا معظم الناس مش هيجيب لك ستوري اساسا لان لسه ما حدش خدها يا ابني اليونت عشان يديك ستوري. الجزء الخاص بيه البيجيننج البدايه عندي قلنا جراند دادز ميموريز معناها ذكريات جده، ذكريات الجد. اديني هنا طبعا بيعرفني بيه 178 بيعرفني على ابطال القصه
طبعا عندي فارس الولد، عندي الجرانداد الجد، وعندي البيرنس الوالدين. يبقى فارس بيعيش مع البيرنس وبيعيش كمان مع الجرانداد. الجرانداد زي ما احنا شايفينه طبعا، اللي هي سيتنج ان هيز ويل تشير، قاعد في الكرسي المتحرك بتاعه. ومعنى انه في كرسي متحرك يعني هي كانت او كودنت ووك، مش بيقدر يمشي. بيقول لي فارس ليفد ان اليكس، وشفنا الاسئله دي دلوقتي، فارس ليفد ان قلنا اليكس، يبقى انا عايز فارس وعايز اليكس. ويز هيز عايز بيرنتس وعايز جراند داد، يعني عاوز دي سير، يعني سيادتك بتاخد لي خط تحت فارس والكسندريه وبيرنتس وجراند داد. ليه؟ عشان لو جايه لك في جزئيه كومبليت اكمل، وايضا لو جايه لك في جزئيه ترو فولس صح وغلط. يبقى فارس ليفد ان اسوان غلط، ان كايرو غلط، ان اليكس اهو فارس ليفد ان اليكس ويز البيرنتس الوالدين اند جراند داد وجده. وين فارس وانتد ادفايس، يعني ادفايس يصير نصيحه. لما كان الولد فارس بيحتاج لنصيحه، هي توك تو، كان بيتكلم تشاتد، توك تو يعني تشاتد، كان بيدردش مع مين؟ مع الجراند داد، مع جده. To ask for his opinion، عشان يسأله عن رأيه، ياخد رأي جده. Because he always had very helpful things to say، عنده حاجات مفيدة بيقولها. هو مين؟ الجرانداد. جرانداد always دايما had stories، كان عنده حواديت وقصص to tell، بيقولها بيحكيها للولد فارس. And like to tell فارس about his life when he was a child or when he was young، كان بيحب يحكي لفارس عن حياته وهو طفل، يحكي حواديت لفارس عن his life، حياته when he was a child، عندما كان طفلا زيه كده. الصفحة الثانية، فارس بيسأل جده، يا جده what did you do when you were a boy، يا جدو انت كنت بتعمل ايه لما كنت بوي، ولد قد كده صغير. جرانداد قال له I studied hard، يعني اول حاجة عندك studied hard، ذاكر يا حبيبي. Then I played football، يبقى انا ذاكرت ولعبت، مش لعبت وذاكرت، لا I studied hard، درست كويس وذاكرت كويس. I played football، ولعبت كمان كرة قدم. In a park، في الحديقة. With all my friends، مع كل أصحابي. يجي لي في الامتحان يقول لي جرانداد بلايد باسكتبول، أقول له غلط، جرانداد بلايد فوتبول صح. In the club، في النادي، غلط. طب in a park، أيوة صح. يبقى جرانداد بلايد فوتبول in a park with his friends، مع أصحابه. It was a very good life for a young person، كانت حياة جميلة ليانج بيرسون، لولد في مثل سني، لشاب زي في الوقت ده. يا سلمى بعت لنا لينك، او يا نوري بعت لنا لينك، يلا على طول عشان نكمل الجزء ده. حاضر يا زين، هبعت لحضرتك لينك.